يعني زي ما شفنا كده اهم ما كتب عن النادي الاهلي في الصحف، اخبار كلها مهمه ويعني لازم نعلق عليها بشكل كبير جدا، وبالتحديد اخر خبر من الجمهوريه. لكن خلينا ناخدهم بالترتيب. الاهرام قالت ان الاهلي خلاص بيختتم استعداداته من خلال مران اليوم لمباراه الغد ان شاء الله امام فريق شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا، والكلام كله عن العشب الصناعي او النجيل الصناعي اللي هيلعب عليه النادي الاهلي هذه المباراه. هو الملعب الرئيسي ملعب 20 اغسطس، هو ملعب الخاص بفريق شبيبة الثورة. مستر لاسارتي ممكن يكون قلقان شوية، ودي حقيقة من هذا الملعب، وخصوصا ان لعيبة النادي الاهلي زي ما قلنا مش متعودين ان هم يلعبوا في نجيل صناعي. مباراتنا كلها هنا في مصر على النجيل الطبيعي، فبالتالي ده ممكن يأثر على اللاعبين بشكل او باخر. نتمنى ان شاء الله ان الفريق ما يتأثرش، وبالتحديد من الاصابات. ممكن يحصل اصابات من خلال هذا الملعب ان شاء الله، لا قدر الله، يعني باذن الله ما يحصلش اصابات خالص. احنا للاسف الاصابات كده كده تبقى موجوده عندنا الفتره دي للاسف، سواء نجيل طبيعي او صناعي، لكن الفرص هتزيد ان ممكن يكون في اصابات اكتر لا قدر الله بسبب النجيل الصناعي. لكن ان شاء الله نتمنى الامور تسير بالشكل الجيد.